يعني حقيقي. خلينا كمان نروح لموضوع تاني يا محمد. وعارف لما بيجي لنا كده ساعات ادوار برد بيبقى فيه صوتنا بيتغير، صحيح. بيقول لك ساعات انه في بحه في الصوت، يعني بحه الصوت دي بتحصل لما جوده صوتك بتبدا ان هي تتغير، يعني صوتك بيبقى مش هو، في حاجه غلط، بيحصل له خشونه يمكن او كتمان، ممكن كمان تحصل له او بحه الصوت دي لاسباب مختلفه تانية، اي سبب بقى، يعني صوتك راح فجاه، في حاجات كده بتحصل احنا مش عارفين صحيح. بتبقى جايه منين او اسبابها ايه. هنا بقى بيبقى في اسئله عندنا، صحيح، اسئله كثيره كمان لكل الناس. بس انتوا وكمان احنا كمذيعين ساعات بنتعرض للموضوع ده، صوتنا شويه بيتغير، بيحصل بحه للصوت. عايزين نعرف اكتر زي ما بسنت قالت، ايه الاسباب المرتبطه؟ هل هي مرتبطه بادوار برد او انفلونزا او اسباب اخرى؟ اسئله هنجاوب معاها دلوقتي مع دكتور محمد حسني مدير معهد السمع والكلام السابق اللي معانا على الهوا. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيكم. اهلا بيك يا فندم. حابين في البدايه نعرف هل في تفسير كده علمي، يعني كلمه بحه الصوت اللي بنسمعها دايما، صوتك فيه بحه شويه او غيره، ايه تفسيرها العلمي او المنطقي؟ شوف، هو الاول تعريف البحه هو تغير في الصوت، يعني طبيعه الصوت. اوكي، تمام. فهو الفكره في الموضوع ان في طبعا درجات لتغيير الصوت، طبيعه الصوت، في انواع لتغيير الصوت، لكن هو تعريف البحه هو تغير في طبيعه الصوت. ليه اسباب كثيره طبعا، حسب درجه السبب. يعني احنا عندنا مثلا حاليا دور الانفلونزا المنتشر اللي موجود ده بغير في الصوت، فبيعمل تغيرات في الصوت نتيجه التهاب في الاحبال الصوتيه. طب مع حضرتك، طب امتى اقول انا يعني لازم استشير الطبيب او احس ان البحه دي مش طبيعيه؟ شوف، هو البحه عموما المفروض نستشير الطبيب. ولكن امتى لما يبقى في معاها علامات تانية خطر. يعني خلينا الاول لو عايزين نتكلم نقول مثلا الاسباب المشهوره او البسيطه للبحه، نقول ان في بحه لمده يومين او ثلاثه نتيجه التهاب فيروسي زي دور الانفلونزا المنتشر دلوقتي او غيره، ده ما بيقلقناش. انما امتى نقلق؟ لو البحه معاها حاجات ثانيه. امتى نقلق اكتر؟ لو البحه مثلا كانت عند مدخن، يعني انا مدخن وابتدى يبقى في بحه. اوكي، امتى نقلق اكتر؟ لو البحه طولت، يعني ما استجابتش بعد فتره بسيطه من للعلاج، نبتدي برضه نقلق. لكن بقول ان في جميع الاحوال البحه لو في فيروس انفلونزا او كده اوكي، لو ما فيش لا روح للطبيب يعني. طب عارف يا دكتور، في ساعات كده يقول لك ايه، انا امبارح كنت بزعق او كنت بتكلم بصوت عالي قوي وصوتي راح. هل الناس اللي بيحصل معاها كده دي ممكن يعني تقلق انه ده حصل، ولا بقى اجهاد للصوت؟ طبعا هو الابيوز فويس او الاستعمال الخاطئ للصوت. ومعظم ناس كتيره طبعا عندهم ما بيعرفش ازاي يتعامل في صوته، فبيزعق كتير. ده ما فيش مشكله، ده بنسميه احنا فويس تروما، يعني بيبقى حصل التهاب للاحبال الصوتيه نتيجه الابيوز فويس، الاستعمال الخاطئ، ودي ده بتبقى بسيطه وبيبقى علاجها سهل. يعني ايه بقى علاجها؟ اول حاجه انه فويس ريست، اول حاجه يعني دايما اول حاجه نقول له فويس ريست من فضلك. يعني دايما بنلاقي اللي عنده المشكله دي بيعمل ايه بقى يا دكتور؟ اللي ايه بيتكلم كده، يعني هل فويس ريست معناها انه ما يتكلمش تماما لغايه ما صوته يرجع تاني؟ لا، شوفي، هو تعريف الفويس ريست يعني ايه؟ ريح الصوت، يعني زي اي حاجه التهبت فمن فضلك ريح. اكتر مجهود بيعمله المتحدث، يعني لو كان مثلا بيتكلم في التليفون لفترات طويله، يعني هو بيكسبريس كل حاجه عن طريق الفويس. تمام. طب مش قدامي الشخص عشان اكسبريس ماي سيلف، بنقول له اول حاجه عبر يعني بالظبط. فاول حاجه بالنسبه للتليفون، لو سمحت من فضلك ما فيش مكالمات تليفونيه يوم او يومين عشان الدنيا تهدى شويه. وبعدين ما تزعقش كتير الارشادات بقى. طب دكتور محمد، دايما لما حد يجي له البحه دي او يحصل حشرجه في الصوت او الصوت يتغير، يتقال له على طول اشرب حاجات سخنه، اشرب مشروبات ساخنه كتير. هل فعلا صح يعني لما اشرب مشروبات ساخنه بشكل مستمر ده بيعالج بحه الصوت، ولا ممكن يجي باثر عكسي في بعض الاحيان؟
يعني طبعا الكلمه دي عجبتني جدا انه ممكن يجي باثر عكس. لكن هي الفكره احنا بنقول ايه، الحاجات الدافيه او الساخنه حلوه بالنسبه او كويسه بالنسبه للالتهاب عموما، وبتحسن البلع وتحسن الصوت والكلام. ولكن احد اسباب المهمه جدا للبحه الارتجاع، مثلا ارتجاع المريء، عشان الحمض لما بيرجع في المريء ويحصل ارتجاع بيعمل التهاب في الاحبال الصوتيه. فهل هنا مثلا اقول ان انا اشرب حاجه حامضيه لان مثلا الليمون بيحسن؟ فاحنا بنقول حسب البحه جايه منين، السبب بتاعها ايه. السبب بتاعها ارتجاع مثلا، ما اقولش للمريض لا اشرب ينسون واشرب زنجبيل زي ما بيعملوا، لا طبعا الدكتور بقى هنا اللي بيحدد، الطبيب هو اللي بيحدد لي السبب ايه بالظبط، عشان انا لازم اروح للدكتور. بالظبط، لازم يروح للدكتور. طيب دكتور، في بعض المهن بتحتاج ان صوتك يبقى مرتاح وكويس، زي احنا شغلانتنا المغني المدرس، في بعض المهن بتبقى محتاج صوتك بتستخدمه كتير، هل في اغذيه معينه بتغذي الاحبال الصوتيه بتقويها يعني بتقدر انك تشتغل عليها يعني؟ يعني هو دايما الفيتامينز والمعادن مفيده في كل شيء. يعني خلينا نقول يبقى الخضروات والفاكهه مفيده في كل شيء. اوكي، ولكن هو الاهم دايما دايما ان احنا بنحافظ على الصوت بتاعنا، بنحافظ على الاحبال الصوتيه. ما بنتكلمش دايما من يعني اقصد، لكن مفيش يعني وجبه معينه، مفيش مشروب يمكن معين؟ لا طبعا فيتامينز والمعادن مفيده في كل شيء وبس، لكل حاجه يعني. هايل، بنشكرك دكتور محمد حسني مدير معهد السمع والكلام السابق، كل شكري ليك ونورتنا وصباح الخير يا مصر.